تصدر فوز عبد المجيد تبون بمنصب الرئيس عناوين الصحف الوطنية الصادرة لنهار اليوم. عبد المجيد تبون رئيساً للجمهورية هو العنوان الرئيسي المتصدر لجريدة الشعب التي فصلت في الخطوط العريضة لأولويات الرئيس المنتخب التي أشار إليها خلال لقاء له مع الصحافة بعد انتخابه رئيساً، موضحة أنه سيفتح ورشة تتعلق بتعديل الدستور وقانون الانتخابات والحوار مع الحراك. يومية أوريزون هي الأخرى تحدثت عن اليوم الحاسم تحت عنوان عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية بنسبة 58.15%، كما جاءت الجريدة بأهم ما تحدث عنه الرئيس بعد فوزه الذي كشف عن عدم إقرار عفو رئاسي للمتورطين في قضايا الفساد إلى جانب أهم الأولويات التي تضمنها برنامجه. اختارت يومية الشروق عنوان تبون رئيسا، وركزت الجريدة في تصريح للرئيس عبد المجيد تبون الذي قال ليس هناك استمرارية للعهدة الخامسة، لتشير كذلك إلى رده على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الرئاسيات قائلا أنا لا أعترف إلا بالشعب الجزائري الذي انتخبني. أما جريدة النصر جاء على صدر صفحتها الأولى أمد يدي للحراك وسأواصل الحرب على العصابة، مشيرة إلى أهم تصريحات الرئيس المنتخب. جريدة النهار عنونت في صفحتها الأولى يدي ممدودة للحراك وسترون شبابا في الحكومة، لتشير في المقال لأولويات الرئيس المنتخب ونقل تصريحاته التي أكد فيها أن تشكيلة الحكومة المقبلة سيكون فيها شباب في العشرينات من العمر. بالبنط العريض عنونت جريدة المجاهد تبون يعلن عن إصلاح عميق للدستور، مشيرة في سياق المقال إلى تصريحات الرئيس التي أشار فيها لالتزامه بالمضي نحو التغيير وتسليم المشعل للشباب الطموح ومنحهم الفرص لسيما في المجال السياسي.